اللي يعلق بقى على كابتننا بقى والمونديالي والنجم الكبير كابتن جمال، تحياتي ليك وكابتن جمال الغندوري، وسعداء جدا جدا بتواجدك معانا. وبما اني بقى كابتن هو مش راضي يعلق على الحالات، تقول لنا انت بقى عن الحالات مساء الفل يا فقر، تحياتي ليك حبيبي. وتحياتي للكابتن ابراهيم اللي دايما يعني بتبقى لازم حواليه هاله كده. اي هو جدل يا كابتن، هو بيعرف يعمل حواليه جدل وشاطر في الحتة دي. هو طبعا بالتأكيد يعني اذا رجعنا الماتش الاهلي والزمالك اللي صحيح فات، ابراهيم طبعا عمل ماتش كويس جدا واداؤه في الملعب كان هايل. صحيح و يعني عايز اقول لك انه انتصر على ضغوط كانت كبيره جدا قبل الماتش. انتصر. انتصر اه طبعا، بس دي لانه كلمة خلي كبيرة. بالك اه طبعا خلي بالك فكره انك انت تبقى محطوط تحت ضغط، تبقى في انتقادات ليك قبل اداره مباراه كبيره ومهمه زي كده، صحيح هو بني ادم. طبعا. كابتن احمد، انت نفسك وانت لاعب وبتبقى عندك ماتش مهم، وبعدين تبص لها الناس تتكلم على التشكيل ومين يلعب ومين ما يلعبش، وفي ناس بتذكر اسماء وكده، اكيد بتبقى تحت ضغط. وانت عشت ده طبعا اكتر من 20 سنه صحيح وانت في الملعب، فما بالك بقى بالحكم اللي هو بتبقى بايده مصير بطوله ومصير مباراه ومصير يعني مصير جمهور كبير ومصير احيانا مصير اتحاد في مباريات شالت اتحادات قبل كده. فبالتالي هو كان عليه ضغوط كبيرة صحيح. طبعا. انا طيب بكلمك خليني يا من كابتن جمال، خليني يا كابتن جمال اسالك بالتحديد، ابراهيم نور الدين ولا كان اي حكم هيبقى عليه نفس الضغوط او الازمات اللي احنا شفناها قبل اللقاء؟ يعني في حكام تاني ممكن بتبقى الامور اهدى شويه، ليه بالتحديد ابراهيم نور الدين دايما عليه الحاله الجدليه دي، وليه دايما الضغوط اللي شفناها اقوى من اي حكم تاني موجود؟ لا، هو اي حكم بالتاكيد كان هيبقى هيمر بنفس الظروف. يعني انا بكلمك من واقع خبره، من واقع شعور حصل معايا انا نفسيا. لا بس يعني يعني بس شفنا بعض مثلا المنتميين للانديه وبالتحديد النادي الاهلي مثلا كان رافض فكره اني تعيين كابتن ابراهيم نور الدين، انا معاك طبعا، ونادي لانه الزمالك نفس الحكايه برضه، بعض الناس بدات تتكلم اني يعني كان شايف الانتقادات اشد شويه. هو طبعا انا كويس ان ابراهيم موجود وفي حضوره، لازم برضو اتكلم شوية معاه عن ملاحظات. وابراهيم من ضمن الملاحظات اللي تقدر تتكلم عنها ملاحظات سلبية، ان هو احيانا بيتكلم كتير في الاعلام وبيصرح كتير، وده مش في مصلحة اي حاجة مهما كانت الظروف. ابراهيم صحيح يمكن يحاول يرد، ما بيستحملش حد ينتقده بشكل كبير او متتالي، فاحيانا بيحاول يطلع يرد، او احيانا بيطلع منه تصريحات، او احيانا بس يا كابتن، ناس بس يا كابتن انا اسف ان انا بقاطعك طبعا يا كابتن جمال، بس دلوقتي انت لو بتلاقي حد بيرد عنك، يعني لجنه حكام قويه، اتحاد كوره قوي، انت خلاص بتحس ان انت يعني ارتحت. انما لما ما تلاقيش حد وانت ضغوط طول الوقت عليك وهجوم طول الوقت عليك، فانت غصب عنك، ما انت في النهايه يعني انا ما هو ده اللي انا بقوله. ما دي من ضمن عيوب ابراهيم، انه اكيد انت عارف طبعا، في على مر العصور على فكره، ومش في الوقت الحالي بس، على مر العصور قليل اول لما تلاقي لجان حكام او اتحادات بتقف في صف الحكام وبتدافع عنهم وبتعمل المطلوب منها. خلينا نتكلم بصراحه، يعني احنا بنتكلم عن 40 سنه فاتوا من ساعة ما بدأت التحكيم لغاية النهارده، يعني بقيت مسؤول وبقيت موجود في الإعلام وكده. فخلينا نتكلم، دي حاجة مسلم بيها، ونتمنى إنه يجي يوم من الأيام إنها تتغير يعني. إن شاء ولكن الله. في جميع الأحوال الأفضل الأفضل دايما إن أنا أبعد عن هذه التصريحات وأبعد عن الرد، وبالعكس أشتغل في صمت، أشتغل في الملعب، أوفر كل مجهودي، لأن ده بيجرك لأنك أنت صحيح تعلن وبعدين يترد عليك وبعدين تتضايق اكتر فترد تاني. ف
هي دي النقطة اللي أنا كابتن بقولها كابتن لإبراهيم. هو اصبح اعلامي دلوقتي خلاص، ده احنا خلاص على هنتعاقد معاه مع نهاية الموسم يا كابتن خلاص. والله مكسب كبير، مكسب كبير جدا، طبعا طبعا، عايز اقول لك لأن احنا هو هنعمل احلى ترند، هو دويتو خلاص هو بقى. ترند هو ترند، وبعدين هيجيب فوتوجينيك لكم، فوتوجينيك يا كابتن جمال. أيوه، هيجيب لكم إعلانات كتير. طيب أنا بس يا عايز كابتن، أرجع كابتن احنا يا كابتن انت تنورنا، ونعمل كده ايه يعني، احنا نبقى مدافعين عن التحكيم المصري، نعمل هنا كده حلقات كده كل اسبوع، كده حلقه كده دفاع عن التحكيم المصري. طيب خليني يا كابتن اخدك للحالات التحكيميه، لان احتراما طبعا ل كابتن ابراهيم مش عايز يتكلم على الحالات التحكيميه، لان في كام كوره مهمه جدا طبعا، ومفيش يعني افضل من المونديالي على اللي قلنا عليها. كوره زيزو شايفها من وجهة نظرك طيب القياس ازاي؟ انا هعتبر ان انا دلوقتي مش هعتبر نفسي ان انا بحلل، لكن هعتبر نفسي انا مسؤول عن التحكيم. تمام. وبعدين الماتش خلص بقى له 3 4 ايام اهو، وايه وهتكلم مع ابراهيم بصفتي مسؤول عن تمام. اللي يحصل في الملعب في اوضه مغلقه. تمام. بس ايه من غير بقى ايه من غير ما 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 نخلي الامور، لانه في بعض الحقيقه، وخلينا اكلمك بصراحه، في بعض الحلقة يعني بعض فقرات التحليل بتجيب حاجات وما بتجيبش حاجات، ودي حاجة أنا ما بحبهاش، صحيح، ما بحبش إنها تكون موجودة صراحة. يعني إذا كنا إحنا عندنا أو رسالة كمحللين للتحكيم، يبقى أنا لازم آخد المباراة من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة، أذكر الإيجابيات وأذكر السلبيات كمان. صحيح صحيح، مفيش حكم ما عندوش سلبيات. خلينا نبدأ بلعبة زيزو. اولا دي افضل قرار اتخذ في الملعب، صحيح، افضل قرار. ليه؟ مش عشان حاجه، انا هقول لك على حاجه مش هيفهمها غير الحكام. كابتن احمد طبعا انت اكيد عايش معانا، والحته الفكره فين؟ انت لو رجعت للعبه هتلاقي ان اللعبه دي غير متوقعه بالمره. ابراهيم كان في حته تانيه خالص، أي. حته تانيه ماشي مع اتجاه هجمه لفرقه، وبعدين الكره تتقطع بهذا الشكل، وان هو يتواجد بسرعته وبرد فعل ويتواجد في المكان اللي يشوف منه انه رامي ربيعه بياخد الكوره في الوقت اللي بيصاب فيه زيزو، أيه. نتيجه الاصطدام اللي هو أيه. ما فيهوش مخالفه، مظبوط. فدي تعتبر واحده انا بعتبرها دي ده قرار المباراه بالنسبه لي الناحيه الايجابيه. صحيح كابتن، انت لو كنت سمعتني قبل المداخله والله العظيم انت لازم تزعيني معاك في لجنه التحكيم، لان انا يا قلت كابتن له انت التمركز هو افضل حاجه طبعا كانت موجوده. طبعا كابتن، بص انا بكلمك بقى امور ايه يعني، طيب مش امور بقى ايه صحيح قرار كده، صح ولا غلط، لا احنا بنتكلم في ازاي يوصل ده كده. طيب دي طيب بالنسبه للايجابيات، ده ما انت انا شايف، لسه، لا في لا ايجابيات انت تانية. شايفه ان القرار الاهم في اللقاء، وده اللي اداله على فكره ثقه كبيره جدا، انا اعتقد اني اديت له ثقه بقيه ال 90 دقيقه. هو طبعا كلام صحيح، ولكن خلينا نكمل لك بقى ايه بقيه النقط كده بسرعه. اتفضل يا كابتن. هنتكلم مثلا عن الحاله بتاعت انذار كريم ندفد الاول، صحيح 100% صحيح، ولا تستحق غير الانذار، صحيح تمام، لكن عنده خطا كبير. ايوه معاك يا كابتن، بس هو خطا قال عنده كبير خطا ايه؟ كبير. خطا كبير. احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي خلاص الماتش خلص، صحيح، واتفقنا انه بشكل عام انا قلت لك في البدايه ابراهيم انتصر على الضغوط وعمل مباراة جيدة جدا ومفيش أي قرار مؤثر، ولكن اللعبة الثانية لكريم ندفت في الدقيقة كانت تقريبا 32 بعد الإنذار الأولاني بأربع خمس دقايق، صحيح، كانت أوضح من اللعبة الأولى. صحيح، وحتى الأولى احنا جايبين اللقطة دلوقتي على الشاشة، جايبين اللقطة على الشاشة دلوقتي يا كابتن. بس أيوه أنا يعني حقيقة الحق برضه، لو كابتن إبراهيم عنده أي رد على تعليقا على كلام لا ما الكابتن يقدرش جمال. يرد عليا، لا ما يقدرش طبعا ما يقدرش. لا ما اقدرش ارد عليك على حضرتك يعني، لا بره التحكيم ولا جوه التحكيم. لا مش عشان اللوائح انا ما اقدرش ارد عليك، هو حد يرد على ابوه؟ لا طبعا. فاللعبه دي كانت تستوجب الانذار، انا ما اعرفش ابراهيم شافها ازاي. ايوه. وفكره ان انا ادي اتحاد فرصه فيها ده ما يلغيش الانذار. فكان هنا هيبقى في انذار تاني مستحق. ايوه. تعالى بقى للعبه ركله ضربه الجزاء. الجزاء. تمام. ابراهيم ما حسبش ركله جزاء. مظبوط مظبوط. وابراهيم مش مقتنع بوجود ركله جزاء. صحيح. ولكن انا هقول اللي هو مش عايز يقوله واللي ما يقدرش يقوله. ركله الجزاء دي جات له من الحكم المساعد. اي مظبوط مظبوط.
وهنا بقى نصيحه للحكام المساعدين، احنا بنلعب مباراه فيها فار. انت عارف يا كابتن احمد انه حكم الفار اللي موجود في الغرفه بعيد عن الضغوط وبعيد عن الملعب وعنده ست صحيح صور يقدر يشوف منهم اللعبه، لا يتدخل، لا يتدخل الا اذا اختلف مع الحكم بوضوح. مظبوط مظبوط. شوف قد ايه بقى، يعني ايه اختلف مع الحكم بوضوح؟ يعني لو اللعبه مش باينه بالنسبه له، مش واضحه، ما يتدخلش. أيوة. وهو في المكان ده، فما أيوة. بالك بالحكم المساعد اللي موجود في ارضيه الملعب. صحيح. وتمركز الحكم افضل منه، فما كان على الحكم المساعد انه يتدخل ابدا في هذه الحاله. ليه؟ لانها تاثيرها سلبي مش ايجابي. اه في النهايه هتلاقي، وانا سامع ابراهيم دلوقتي بيقول لك كده كده عندنا فار. لا يا ابراهيم، مش كده كده عندنا فار. في فرق كبير قوي بين ان انا المباراه تمشي من غير تدخل الفار، وهنا الناس كلها بتشيد، او صحيح. مباراه فيها اكتر من حاله فار ويثير الجدل. علشان كده يا كابتن احنا، انا قلت له ان القرار اللي خده الاولاني انا شايفه قرار ممتاز، لان كان ممكن يستنى، كان ممكن يحسب مثلا الفاول لزيزو وبعد كده يشوف قرار الفار، انما هو هنا ده بياكد على ان زي ما انت لا بتقول. على فكره هو لو حسب الفاول لزيزو الفار ما كانش هيتدخل. اه عشان هي من خارج منطقه الجزاء. اه طبعا مظبوط مظبوط كده. صحيح. صحيح. لكن هي الفكره في كده، الفكره في كده ايه؟ الفكره احنا بدي نصايح للناس. احنا لكن خلاص، طالما الحكم المساعد قال لك مش هيقدر ان هو لازم كان يحسب. صحيح. وهنا بقى الفار تدخل، وحاجه كانت ايجابيه من حكم الفار انه يراجع، لان الحاله خلي بالك يا كابتن احمد التصوير فيها خادع جدا جدا جدا. يعني في لقطه تجيبها لك ركله جزاء مليون الميه، وفي لقطه توضح الحقيقه. صح. انه بالفعل. صح. رامي ربيعه وصل وحط سن الجزمه. صحيح صحيح. هي حاله صعبه جدا جدا فعلا. حاله صعبه. صعب. تمام. ولكن انا بتكلم بس في الامور اللي هي ايه اللي كانت واضحه بالنسبه لي. طبعا انا بكلمك على امور. نيجي بقى للعبه بتاعت الهدف. في بعض الناس بيختلط عليها الامر. خلينا اكلمك برضو بوضوح. فكره ان انا الكوره عاليه يعني معناها لعب بالراس. يعني اللي يلعب برجليه يحاسب بركله حره غير مباشره. امتى؟ لو اللعب، شوف انا قلت ايه في الاول، لو اللعب بالراس ما مش من حقك تشارك برجلك. ايوه. لكن في اللعبه دي اللي حصل غير كده. خلينا كده بقى بالمفهوم. اللعبه في دي اللاعب بيلعب برجله، هو اللي بيلعب. وهو اللي راح للكوره، اللي جه هو اللي شارك بالراس. يبقى انا هنا ما اعاقبش اللاعب اللي لعب برجله. صحيح. ليه؟ صحيح. لان مش هو اللي شارك. صح. لا، ده هو اللي بيلعب. صح. المشاركه جت من اللاعب اللي بيلعب بالراس، فبالتالي الهدف صحيح ولا توجد مخالفه في هذه صحيح. اللعبه. صحيح. وطبعا ده من القرارات برضه اللي كانت مؤثرة في المباراة، والقرار قرار صحيح. أعتقد إنه دي أهم الحاجات أو الحاجات اللي كانت موجودة في الملعب. أتكلم على الوقت الضايع. برضو الوقت بدل الضايع كان من حق الحكم إن هو في التشاور مع حكم الفار، لأن حكم الفار أو حكم الفار المساعد هو اللي بيحسب. بيحسب مش بيقدر. أيوه. بيحسب. ايوه. خد بالك، فبيحسب يعني بيحسب بالسهل. بالظبط. بيحسب ايه بقى؟ بيحسب توقفات مراجعه اللعبات في الفار. مظبوط. ثم يضيف الحكم عليها بقى هو من نفسه بقى بتقديره كام دقيقه. يعني مثلا هقول ان التوقفات دي كانت 3 دقايق ونص، وانا عايز ادي 3 دقايق، فبيبقوا 6 ونص، اقول 6 او 7 تمشي. لكن انا برضو بقول انه الوقت اللي بيضيع اثناء الوقت بدل الضايع برضه ده يجب ان يضاف الى الوقت الضايع المحتاج. طيب يعني 30 ثانيه 40 ثانيه دقيقه. تقييمك يا كابتن ليه، وتدي كام بقى للكابتن ابراهيم نور الدين على هذا اللقاء؟ انا قلت ان دي مباراه صعبه، ودرجه صعوبه المباراه دي مع درجه صعوبه المباراه ابراهيم ياخد 8.5 من 10. 8.5 من 10. انت بتتفق مع كابتن عصام عبد الفتاح، وانا اديته 9.5 من 10. عصام قال 8.5. قال 8.5. والله. والله وانا قلت والله 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 والله. بص والله انا بكلمك بامانه وبصراحه، وده بيدل على انه الفكر واحد والفكر متقارب. وانا ما اعرفش طبعا ان هو اداله الدرجه دي. كابتن يعني اسيب طبعا كابتن ابراهيم نور الدين، لو حابب تقول حاجه للكابتن جمال طبعا
استاذنا واستاذ التحكيم، ويعني من اكتر الناس شرفتنا طبعا في التحكيم المصري. انا بشكرك كده يا كابتن جمال على ان انت اديتني فرصه ان انا احكم في الدوري الممتاز سنه 2006 2007. كان عندك الشجاعه والقدره والقوه انك تدفع بيا وانا حكم درجه ثالثه، ودي ما حصلتش في العالم ولا في مصر حتى تاريخه ان حكم درجه ثالثه يلعب في الدوري الممتاز. وكنت هتتحمل المسؤوليه كامله قدام مجلس اداره الاتحاد وقدام الميديا كل الاعلام كله في حاله الاخفاق. فمش انا اللي نجحت، حضرتك وفريق العمل في الفتره دي اللي نجحتوا ودفعت بعد التاني موسم على طول بمجموعه كبيره اللي هي شاله التحكيم سنوات كبيره زي محمد الحنفي ودرجه تانيه وعوض سعفان ومحمود عاشور وجهاد جريشه وكل المجموعه اللي لعبت ديت في وجودك. والكابتن عصام جه كمل وانا سعيد جدا على العلاقه الجيده اللي ما بينك وما بين الكابتن عصام الفتره ديت، وان انتوا الاثنين قامات كبيره جدا بنستفيد منها، وانا استفدت من حضرتك حاجات كتير جدا على المستوى الشخصي على المستوى الاخلاقي على المستوى الفني في التحكيم. وانا سعيد ان فترات كبيره في حياتي اسمي بيقترن باسمك، وشرف ليا يا كابتن جمال ان حضرتك تكلمني او قبل المباراه وتدعمني، وثقتك غاليه عندي، وان شاء الله نلتقي قريبا ان شاء الله مع الكابتن احمد حسن. شكرا يا كابتن احمد. بقول لك انت لازم دلوقتي تخاف على مكانك ده، خلي بالك هو اعلام كبير ومن دلوقتي، فما بالك بقى بعد ما يبطل يعني. المنافسه مفتوحه ويا اهلا بالجميع، احنا ما عندناش مشكله. لا لا لا. كابتن طبعا. جمال يعني اتفضل يا كابتن. اخيره يعني بلاش تطلع تتكلم تاني عن اي حاجه حصلت في المباراه، اعتبر الكلام عن المباراه دي هو ختامه النهارده مع الكابتن احمد. كابتن هو كابتن خلاص حصري معانا يا كابتن، الموضوع انتهى خلاص، مفيش كلام خلاص، قفلنا الصفحه خلاص. عمر الكلام ما هيفيد. صحيح. حتى لو كنت انت اخطات في لفظ او في حاجه، ده علشان الواحد يفترض ان هو بس اجاد في حاجات كتير، لو كان مبسوط قوي او حتى متضايق قوي او هو اي كلام بيطلع وهو الواحد لسه موجود ولسه ما يعني لسه سخن ما بريتش، ممكن يخطئ اللفظ او كلمه تتفهم بشكل مش صحيح. لا ان شاء الله ركز مع الكابتن، ركز يا كابتن ابراهيم مع الكابتن جمال، وسيبك دلوقتي بقى من المعايدات والحاجات دي وكده دلوقتي. كابتن جمال المونديالي طبعا بنشكرك على تواجدك معانا، وان شاء الله يعني منتظرينك تشرفنا كابتن. طبعا المونديالي كابتن جمال الغندور بنشكره طبعا على المداخله، ويمكن الناس كلها يعني واثقين فيك بشكل كبير، واتنين من قامات التحكيم في مصر سواء كابتن جمال غندور او كابتن عصام، الاثنين صحاب الفضل عليا مع الكابتن خليل حامد اللي دخلني التحكيم، الثلاثه دول صحاب فضل كبير عليا جدا يعني. طيب يعني اكيد يعني ان انت تشكر الناس اللي ليها فضل عليك ده طبعا شيء يحسب لك.